حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الجديد مع الموعظة الحسنة. أنا في البداية لازم أقول، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا يرزقنا وحضراتكم النطق الصحيح للقرآن الكريم، وإن احنا نفهم قاعدة صغيرة في تمن ثانية: القرآن لا يروى بالمعنى. يعني ما تقوليش ربنا بيقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ما فيش الكلام ده في دين ربنا، تعجن الكلام ده عند ماما وبابا جيرانك الدنيا كلها. الموضوع النهاردة عندي أنا مديله عنوان اسمه الابتسامة بين الوقار والوهم. في ناس لغاية النهاردة ممكن يعقدوا ناس في حياته، في واحد ما بيبتسمش أبدا ومفكر إن ده وقار، وإن الدكتور مبروك عطية مثلا ممكن عشان يبقى راجل عالم وقور لازم يعمل كده وبعدين يتكلم، وأنا حتى كنت بقول وما زلت وهقابل ربنا على كده. لو أنا اتكلمت بهذه الطريقة وتشنكت وقلت وبعد فأنا أرحب بكم في هذا اللقاء ويسرني أن أقدم إليكم هذا الموضوع، ولا واحد هيشوفني ولا واحد. ده بقى راديو في محاضرة ممكن، وأنا عمري في محاضرة ما عملت كده، بس أنا بقول هو النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، ما نقدرش ناخد سطر عنه كده زي جدول الضرب 2 في 3 ب 6. أقول لكم اللي قاله السهيلي: ما رؤي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، كان يمزح ولا يقول إلا حق. ده اللي يتعاشر، وإحنا لسه هناخد فايل كبير جدا في الذين يعاشرون والذين لا يعاشرون، لأن موسوعة الحسن في الإسلام اللي إحنا بنقدمها من خلال الموعظة الحسنة قائمة على تتبع مواطن الحسن في هذا الدين. الابتسامة عمرها ما تتنافى مع الوقار. الوقار مش تزمت، مش تكشيرة، مش إن أنا أبوز، مش إن أنا أقول لأن أنفر الناس من دينها وأكره الناس في حياتها. فيه واحد متصور إنه لو ما ضحكش، يعني لو ضحك اليوم هتقوم مصيبة، هتحصل كارثة، وده ربنا يهدينا ويهديه ويعلمنا ويعلمه. ما ينفعش. أنا هبدأ بأبياتي أنا الصغيرة وبعدين أدخل تباعا مع اتصالات حضراتكم على 031-475-4756 أو 031-99-29-616. قبل ما انطق وقول ولا كلمة جات لنا أم هشام ما نقدرش نركنها، هناخد أول اتصال ونرجع نقول أبيات دكتور مبروك عطية اللي هي بخصوص الحلقة النهاردة. اتفضلي ست أم هشام. السلام عليكم. وربنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ في نعمة ما دمت بحمد ربنا، اتفضلي. الحمد لله. احنا عندنا عيل مخطوف بقاله 6 أشهر. طيب يا فندم، عايز اخد رأي حضرتك. في ناس بيقولوا لنا اتجهوا لأشياخ يمكن يقدروا ان هم يوصلوكوا ليه. اتجهوا لايه؟ يعني نروح لشيخ يفتح مندل ويفتح مندل. مندل ما فيش حاجة يا ست أم هشام اسمها مندل، والدجالين ممكن يضحكوا علينا وممكن يخربوا علينا ديننا كمان. أنا ابن اتخطف، حسبي الله ونعم الوكيل. لحظة واحدة بالراحة بالراحة يا فندم. كلمة اتفضلي. ما حضرتك يا ريت تقول كلمة للناس اللي واخدين ويبردوا ايدينا ورجعوا. ما هم اللي واخدين، ويا ريت يا رب يكونوا بيشوفوا الموعظة الحسنة. انا يعني اللي واخدينه دول لو كانوا بيشوفونا هنقول لهم اتقوا الله، واللي عملتوه ده جريمة، وممكن جدا اتقي الله دي تصلح بلد لو كان البلد دي ايمان في قلوبها. لكن انا عايز اقول لواحد لا قدر الله ابنه اتخطف، كل اللي عليه انه هو يعمل محضر وبعدين يتأكد الأول إذا كانوا اتخطفوا ولا، ممكن الواد يكون راح عند قرايبه أو هو كمان يكون سبب في إن الواد طفش. الاحتمالات كلها واردة، لكن لا دجال نروح له ولا في حاجة اسمها مندل ولا غيره. يلا بقى نروح للأبيات. أنا بقول فيها إيه؟ بقول على طريق الحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ده الحب الحقيقي، يلي كانت ضحكتك أحلى ابتسامة، هي كانت جنب كل الحلو فيك أوضح علامة. هي كانت ضحكتك ابتسامتك، النبي كان بيبتسم على السلام على طول. يا نبينا صلى الله عليه وسلم، يا هدينا، يا شفعنا يوم القيامة، بس بيأثر في نفسي الأناس مكشرين
بقهم مقفول بضبة، فكرهم لو يفتحوه راح يكونوا خسرانين، لا إله إلا الله، بس لو فكوها حبة، أصل دينك دين محبة، وإحنا بس معقدين. ابتسامتك يا سلام، ابتسامتك لما اشوفها لو في قلبي نار بتبرد يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين بقى، هرجع للكلكعة اللغوية تاني، بس ده الهدف من في ضوء رسالة العزيز الغالي الأستاذ ياسر مجاهد. مش عايز أقرأ لكم رسالة، ولكن هوجه له والمصر كلها وللدنيا كلها رسالة، بس بعد ما أقول الأبيات دي. احنا شفنا النبغة زمان الحلقة اللي فاتت، النهاردة مع الإمام البصيري بقى بمناسبة سيدنا محمد، وأنه كان بيبتسم والابتسامة حياة، وأنت عمرك ما هتكون جميل وأنت قافل الضبع ومكشر ومبوز. النبي مرة عملها بس سنة صغيرة كده، بقول له حاضر، نزلت قرآن ليوم القيامة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، عتاب من ربنا هيتقيل ليوم القيامة. يعني احنا عندنا في القرآن نسخ ومنسوخ، الصورة دي لم تنسخ، يعني باقي اليوم القيامة تقول عبس وتولى. يعني تهيالي ان العملية لو ما كانتش فظيعة قوي ما كانش نزل فيها قرآن يتلى الى قيام الساعة بهذه الطريقة. البصيري في البوردة بتاعته المشهورة، وكتير اكيد من حضراتكم حافظينها، لما يقول خلي بالكم بس من كلامي، أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت كفوفا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعلم. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. ياسر مجاهد اللي فاتح محله في مكان بعيد عشان ما نعملوش دعاية عن بلده وعن بيته وبتاع، عنده قمر، قمر صوت زي الندى، بنوته بتقول أمن تذكري جيران بذي سلم. شوف لما بنت ياسر اللي مسمي المحل بتاعه باسمها اللي صوتها زي شوية الندى بتقول مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ويطلع ناس يقولولها حرام. هو إيه اللي حرام؟ بنت بتنشد بردة البصيري، طالبة لسه في بداية مرحلة جامعية، طلع أنا أحمد ربنا إنها ما اتجهتش أي اتجاه تاني، أنا أحمد ربنا أنها معلقة بخيوط سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كونها تنشد، يعني أنا أتصور لما يجي واحد يقول لياسر، وياسر أعتقد أنه راجل طبعا من رجالات مصر، يعني من ناسنا المحترمين جدا، بس لما واحد يكون متغرب عن بيته وبيشقى عشان يربي ولاده، وبعدين يجي حد يقول له بنتك بتعمل الحرام، يعني ما اضمنش ياسر وهو مروح، وحد يقول له بنتك مرتكبة الحرام، يفكر إزاي يقتل بنته ولا يعمل إيه؟ هي حرام انها تقول مولاي صلي دائما ابدا، ولا حتى حرام انها تقول كلام زي الفل لا فيه وصف امرأة ولا فيه دعوة الى الفجور ولا فيه جرح لإحساس ولا حياء حد؟ حقيقة بينا السطر الخطير صوت المرأة عورة. يا اخي لو كان صوت المرأة عورة ما كانش ربنا ذكره اصلا، كان قفل عليه ربنا. لكن القرآن فيه كلام المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده المجادلة دي كلام كتير جدا، المجادلة مش جملة، مجادلة فايل، وتشتكي إلى الله. كل ربنا يقول لنا ده الحاجة الوحيدة باختصار عشان ما ضيعش الوقت في كلام كتير، إني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. على فكرة للراجل يقبل منه صوت مش طبيعي، ولا المرأة يقبل منها صوت مش طبيعي، لأن ربنا قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإحنا عندنا ناس في بيوتنا
بيكلمه بطريقه فتح الحنجره، يعني يفتح الحنجره على الاخر ويقول لاولاده بهذه الطريقه يفتح دي. ده مش صوت، مش ممكن يكون ده صوت، الصوت ده له اصول. انما تفتح الحنجره على الاخر يبقى سوره لقمان بتقول لك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. لا اله الا الله يا رب. اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت، ربنا هيقول لنا العورات في القران؟ ده كلام على الاطلاق بنحذف احكام كده، نقول البنت ربنا يكرمك وان شاء الله الناس كلها تسمعك وانت بتنشيد البوصيري، يا رانيا يا ياسر يا مجاهد يا جميله يا ام صوت عزب كالندى كقطعه من الندى. وممكن جدا الصوت ده يأثر في الناس، يخفف عنها ألمها وأوجعها. احنا ما بنقفش نقول كلمات تغضب ربنا ولا بنعمل حركات تغضب ربنا. وبرجع تاني لسحر الابتسامة، موضوع الأساسي في هذا اللقاء. والله العلي العظيم أنا أحفظ عن ظهر قلب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافر طبعا، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة جميلة على معهوده. يعني الأصل في سيدنا النبي هو ده. والله يا جدعان في ناس بتدخل بيوتها الاولاد بيهربوا من باباهم اللي داخل مكشر وحينكد عليهم، بيروحوا في السراير. انا عندي المعلومه دي من زمان، يعني هو يعرف بابا ويقول له رعب. المفروض ده لما يستأنس ان ابوه جاي يكون اسعد بني ادم. ليه؟ ابوه جايب له لعبه، جايب له حاجه ياكلها، جايب له ابتسامه حلوه، رجع بالسلام. الراجل ده ما جابش النهارده او جاب امبارح او جاب من شهر او ان شاء الله هيجيب كمان شهر. المهم الراجل ده لما يدخل يبقى لوجوده اثر في البيت، يبقى وجوده له أثر في البيت. يا سادة يا كرام، النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث البخاري استمع إلى قصة 11 واحدة ست روتها أم المؤمنين عائشة وهي بتحكي عن فلانة وعن علانة وعن التانية وعن التالتة وعن الرابعة وعن أم زرع، وتقول وأبو زرع وما أدراك بقى، فمن أبو زرع وبنت أبو زرع ومن بنت أبيه طوع أبيها وسر ومين أم أبي زرع يعني الحمى بتاعتها، وهتتكلم. وبعدين في الآخر أبو زرع حديث البخاري على الشمال لقى واحدة عجبته قالت له ما تتجوزنيش أبدا إلا لما تطلق أم زرع، طلق أم زرع ومع هذا اتجوزت غيره. والسيدة عائشة بتحكي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا كشخص عادي ممكن ما استحملش، حضرتك ما استحملش الكلام ده، بس نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن البيت ده واحة، البيت ده لازم يكون حاجة جميلة جدا. البيت مش مدرسي ولا 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 فصل دراسي ولا كآبة ولا عقاب ولا حساب. البيت ده معناها واحد سموه بيت لأنه من بات يبيته. يعني ايه بات يبيته؟ يعني معناها اللي كان البيت ده مخصوص لليل. صحيح النهار فيه معاش وممكن الواحد يكون في النهار في البيت، بس ما يقولش حاجه. يعني هو بالنهار بيقول بيت وبالليل بيقول بيت، معناها ايه؟ الليل ده لو حبيت تحط كلمه قدام الليل تحط ايه؟ سكون. يبقى البيت ده هو ايه؟ ساكن، عمره ما هيسكن بالثورات وعلو الصوت والمناقشة اللي ملهاش أصول والكلام اللي المفروض يخلص في ثانية ويقعد خمس ست سنين. كل ده يفسد البيوت ويهددها، يهدد البيوت. في راجل داخل، يعني الندى داخل، الكرم داخل، الخيرات جاية، مقومات الحياة جاية. المفروض كل اللي في البيت يبقوا يتبادلون ابتساما بابتسام. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا عندي شكاوى كتيرة جدا 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 من سيدات محترمات فضليات برضو، والرجالة محترمين. ليه بس ناقصنا تكاية صغيرة نفهم ديننا صح ونقول للراجل لا رجولة إنك تكشر ولا رجولة إنك تضرب. تضرب مين بس؟ ده أنا لسه كنت قبل الهوى عمال أقول لإخواننا كلهم سامعيني إن المفروض الراجل في البيت يبوس الأيادي اللي بتأكله، يبوس إيد مراته، ده لا عيب ولا حرام، وهي تبوس إيده ولا عيب ولا حرام. احنا معقدين ليه؟ في ناس كتير جدا معقده ليه؟ ليه انا ابني يترعب؟ احمد حاضر، يلا يا حماده اتفضل. استاذ احمد، استاذ احمد الو، ايوه معاك يا حبيبي اتفضل. والله يا عم ربنا انا بحب حضرتك جدا، كنت بس عايز اكلم حضرتك في نقطتين. انا مؤمن. ايه يا احمد؟
اتقطع الاتصال باحمد، بس انا سمعت كلمه بنحبك جدا، احبك الله واكرمك يا رب العالمين، وكنت ارجو ان السؤال يكون في موضوع اللقاء عشان نجمع، لكن طبعا اللي عنده اي سؤال تاني يسال اهلا وسهلا بيه، لان السؤال ممكن يكون بيمثل قضيه بالنسبه للسائل. يعني يمكن واحد الحمد لله عنده الحياه جميله، واذا كانه ست فالراجل بيبتسم، واذا كانه راجل فبرضه في ستات مكشره وحاجه صعبه جدا، يعني الضربه للرجاله وللستات، يعني في ست ما فاهم. ابراهيم بيه، اتفضل يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ في نعمه يا دكتور حسن، وتحياتي للمعلمين كلهم وسط البرنامج. ربنا يسترك يا فندم. الله يخليك. لي والله سؤالين بس. اتفضل يا فندم. عايز اسالك اعرف ايه الدعاء، ايه هو الدعاء اللي انا ادعيه اشوف المتوفي؟ دعاء ايه؟ ايه الدعاء اللي انا ادعيه واشوف بيه المتوفي؟ وايه؟ اشوف المتوفي يعني. للميت، الدعاء للميت. حاضر حاضر حاضر. اثنين، انا شوف، انا عايز الدعاء اللي انا ادعيه لنفسي واشوف الميت بالليل، يعني اشوف الميت في المنام. طيب الثاني، السؤال الثاني يا فندم. الثاني ستك، ايه رايك ستك في الاستاذ اللي هو اسلام بحير اللي بيجهادي وشيخ البخاري ده؟ شك انا والله ما سامع يا جماعه، حد اذا كانوا سامع يبلغني في وداني في اربيس، قولوا لي الله يستركم. الو الو. ايوه يا ابراهيم. بالنسبه ستك للشيخ الاستاذ اسلام البحيري اللي بيهاجم حديث البخاري، حديث البخاري، انا 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 بس لقطت من حد يعني يرد عليه فتح. مين هو عشان بحيره ده؟ يطلع مين عشان هذا مش البخاري ومسلم والباقي يروح حديث كبير. لا لا حاضر حاضر استاذ ابراهيم، كتر خيرك والله، انا لقطت كلمه حديث البخاري، لكن يطلع مين؟ هو انسان محترم وكل الناس عندنا محترمين، ابوس ايدك والله. لا 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 خالص، هو ممكن جدا يكون اعلم مني واعلم من الدنيا بحالها في مجال تاني، بس لان لا يمكن واحد يكون عنده علم بالحديث ويجيب سيره الامام البخاري لسبب واحد بس، ان الامام البخاري بشر. بفرقوا في النقطتين دول ارجوكم والله. اول حاجه، محمد بن اسماعيل ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري بشر، بشر يخطئ ويصيب في حياته، في الكتاب ده لا يمكن، لسبب واحد انه مشي على منهج. يعني لو حضرتك ماشي جنب سواق فايق واخد باله من السرعة وماشي على منهج، لا بيتخطى السرعة ولا بيعمل حاجة غلط، لا يمكن تغلطه، لكن مش معنى كده انك بتخليه معصوم. وانا قلت وهقوله مش همل من التكرار، مشكلة الناس مع الامام البخاري وغيره ان الناس، انا اسف ان انا اقول الكلمة دي، مش فاهمين. يعني بيجيب الحديث ويقولك شفت النبي يقول الكلام ده؟ يقوله سيادتك اللي مش فاهم الوجه يا فندم. احنا عندنا قاعدة 2 في 4 ب 8، شفتوا 2 في 4 ب 8. القاعدة دي بتقول ايه؟ اذا صح الحديث فلا بد ان يكون له وجه. حد بيكلمني امبارح يقول لي ايه ده، ما اعرفش مين من الاسامي، انا ما بحبش اذكر اسماء، بيقول ان حديث البخاري بتفتح باب الالحاد ومش عارف ايه. قال النبي لما انقطع عنه الفطر، لما فطر الوحي يعني، طلع فوق جبل وكاد يتردى، يعني ينزل ينتحر. يا لهوي، الدنيا هتقوم وتقعد عشان خاطر كلمة يتردى؟ وكاد او يريد ان يتردى، كانه يريد ان يتردى. ويجي واحد قلبي دافع يقول لك ايه لعل احدا راه. يا جدعان انتوا مش فاهمين خالص. النبي لما انقطع عنه الوحي، انقطع عنه النسيم اللي بيغذي روحه، فممكن جدا نفسه تحدثه بانه يتردى. طب ما احنا عندنا في القران يا اخويا اوضح، ما احنا يا جماعه مع الاسف ولا حافظين قران ولا عارفين منهج سنه ولا منهج تفسير، وعكا يعك عكا هي المنتشره في زماننا. هو ربنا مش قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ يعني ما تموتش نفسك بالحسرة، ما تموتش نفسك بالحسرة عليهم، لأن هم مش راضيين يؤمنوا بعامية، هي واضحة. يبقى إذن كأن النبي كان مقبل على موت بالحزن والحسرة، فربنا قالوا لا إن عليك إلا البلاغ. حديث النفس، سيدنا محمد عليه السلام قال إنه ربنا ما بيحاسبناش عليه، فلما غاب الوحي عنه ممكن جدا تكون حدثته نفسه بأنه يتردى، ولا فيها حاجة خالص ولا فيها حاجه خالص، لكن حصل؟ ما حصلش. لا اله الا الله. طب ما انا عندنا مليون حديث في البخاري وغير البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال هممت ان احرق عليهم بيوتهم للي ما جوش يصلوا العشاء. هل هو عمل كده؟ الهم هو ربنا لما قال ولقد هم به وهم بها، كان حصل هم من سيدنا يوسف؟ ولا في قواعد اللغه العربيه؟ لولا ان راى برهان ربه وتقدم جواب لولا عليها كما ذكر السيوطي. الماساه من الاخر، احنا ما عندناش خبير بيتكلم، وانما عندنا اي واحد بيتكلم هاويفر، بيتكلم وات ايفر،
وده ما ينفعش لو احنا بنحترم هذا الدين. فاسال به خبيره وانا قلت لحضراتكم وهفضل اقول لغايه ما اقابل ربنا. لو ما قابلتش ربنا الا بالجمله دي والله هكون سعيد جدا، وانا عارف ان رحمه ربنا واسعه، بان ايه الاساس في العمل في هذا الدين؟ الخبره. يا ناس ابوس ايديكم، مش ممكن ابدا واحد يفتح بطن عيان ولا يعمل عمليه قلب مفتوح وهو تلميذ حتى في كليه الطب، ما ينفعش. فأرجو أن أكون كلامي واضح. أما الدعاء للميت أخي إبراهيم فهو اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه. وعلى فكرة عشان ما سمعكش دعاء طويل بس برضو حقوله، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ولقيه برحمتك الأمنة إلى يوم القيامة. لو حضرتك اكتفيت اللهم اغفر له وارحمه زي كل الناس ما بتقول، دعاء جميل جدا وحلو جدا، ما فيش دعاء معين. لكن إذا ربنا ألهمنا ولزقنا بواحد حافظ دعاء، أنا كنت أقرأ دعاء الإمام الشافعي للميت أبكي واتخيل نفسي وانا انا اللي جوه التراب وبسال ربنا يرزقني بواحد يقول الكلام ده. انا قرات الامام الشافعي دعاء في الميت وهو يدخلوه جوه، والجنائز كمان يعني لما يصلي عليه صلاه الجنازه ايه في اني اللي قال الكلام ده، كلام جميل جدا منه، من هذا الدعاء: اللهم انه قد نزل بك وحيدا ضعيفا وأنت في غنى عن عذابه فالطب به وآنس وحشته. نعم، لو عايز يشوف أبوه في المنام. أنا آسف، أنا افتكرت فيه دعاء معين للميت عموما. يعني الدعاء للميت عموما زي ما قلت لحضرتك كده، قول اللهم اغفره. لكن ما فيش دعاء معين يخليك تشوف أبوك في المنام، ولا فيش دعاء معين يخليك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ولا الكلام ده له أصل نهائي نهائي ولا في مندل عندنا. مكسب هذا اللقاء، وفي كل لقاء أنا واثق والله إن فيه مكسب، والله ما دام في علم بيتقال يبقى في مكسب. ابراهيم تاني ولا هو نفس ابراهيم؟ ابراهيم تاني. يلا يا ابراهيم بيت تاني، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي معاك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا فندم. انا شاكر جدا لحضرتك على البرامج الجميله اللي حضرتك بتقدمها دي، جزاك الله عنا كل خير. امين يا رب ويسترك وجميع المشاهدين، اتفضل يا فندم. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. هو الامر يتسع في شكر حضرتك، بس الوقت البرنامج انا في ضوء ما حضرتك بتتكلم عن النكد والبيت، انا عندي استفسار صغير. يعني انا كنت زوج لفتره 6 سنين، عانيت مع زوجتي نكد وصلني لحاله نفسيه فظيعة جدا، بس الحمد لله يعني ابتديت افوق من الموضوع ده بعد ما الدنيا كانت كلها كابت بسبب تدخل اهلها والكلام ده. وطلقت؟ ايوه يا فندم. انتوا اتطلقتوا؟ ايوه. 6 سنين في نكد مستمر يعني. في اولاد يا ابراهيم؟ في اولاد يا حبيبي؟ في اولاد؟ ايوه ربنا رزقني منها عمر. طب والامل في الرجوع ايه؟ ام عمر ترجع والرب عمر بينا، الامل فيه ايه؟ هي ام عمر ممتازه جدا، بس مشكلتها انها ضعيفه الشخصيه جدا قدام والدتها. استنى عم اربط عند النقطه دي. الله يسترك يا رب، ام عمر تكون سامعاني دلوقتي بحق جاه النبي عليه الصلاه والسلام. اسمع، مادام ممتازه جدا يبقى انت احساسك انك طلقت ندمان، يبقى ما فيش الا شويه الاهل. لو بينا وبين اهلها شويه مشاكل نقدر نصفيهم، مفيش بيننا وبين اهلها الا عظيم المشكلات، فمفيش مشكله نبقى سمنا على عسل. ممكن كل عيد نقول كل سنه وانتم طيبين، وهي لما تشتاق لهم تروح لهم، وبيتك يبقى عمران ودفيان. وابنك يا حبيبي، ابنك ده بالدنيا، بام عمر وجده عمر وبمبروك عطيه وبالعالم ده، ابنك ده عينه هتبقى دبلانه، هيبقى عنده شوق لامه رهيب ما يقدرش يفسره لك، وهيطلع ولد لما يجي لك عشان يرضيك هيقول كلمة وحشة في أمه فينشأ نشأة سودة، ما تحبوش الملائكة، ما يبقاش مع الأبرار. ولما يروح عند أمه عشان يرضيها هيقول فيه كلمة وحشة، هيبقى من صغره ذا وجهين، يعني هيبقى يتساوي دي في دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هيبقى من شر الناس، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال شر الناس ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. يجي لك يشتم في أمه، يروح لأمه يشتم فيك، بقى ابنك ذا وجهين. ابنك أو بنتك ده، أنا مش بقول كده بحرم الطلاق، إذا استحالت الحياة، وأصل كلمة استحالت كبيرة جدا كبيرة جدا، يعني مش هنقدر ناخد نفس مع بعض. مين يا فندم؟ ست سعاد. يا رب اصلح الحال يا إبراهيم.
والنكد ده ما دام مراتك ممتازة يا رب هي تكون سمعاني وهي البادر وتتصل بيك ويبقى البرنامج وسط خير والقناة المحترمة تكون وسط خير كذلك. قول يا ست سعاد فضل يا فندم. السلام عليكم يا شيخ. والسلام عليكم يا شيخ. الله يخليك، الله يجزيك خير على موضوع الحلقه. امين يا رب. يا ريت حضرتك يعني تدي رساله للازواج اللي هم بره ممكن يتكلم ويضحك حتى مع اهله مع كل الناس ويجي علشان زوجه طيبه او بتسامح او كده فيبدا انه يتعصب عليها على طول يتلخص على طول. انا الله يكرمك يا سعاد، الله يكرمك يا سعاد. خلاص يا سعاد؟ لا ثانيه واحده. حاضر اتفضلي. حضرتك ودايما يتلفظ مثلا بألفاظ وحشه مع الزوجه وكده ويقول انا ما بضربش. أي. كان اللفظ مش اشد من الضرب يعني، او كان الضرب ده المفروض انه يبقى عادي. غير كده حتى يعني يرضى لنفسه نوع من المعامله، ما يبقاش ان حد ينسه او حد يقول له نص كلمه او كده، لكن مع الزوجه لا يجي عليها ويعني وما يقبلش المعامله اللي تبقى يتقال له يعني. ولما يتقال له كده يعني ارضي لي اللي ترضى لنفسك، تقول والله انا راجل وانت ست. والطلب الثاني معلش يا ريت يعني الدعاء اللي هو بتاع يعني الرزق لو سمحت. انا ما سمعتش الدعاء ايه؟ انا كلمه الدعاء اخري. الدعاء ايه؟ للرزق. لازم نشتغل، لازم نشتغل يا سعاد. ما ينفعش ندعي للرزق واحنا قاعدين في بيوتنا ما بينزلش جبريل برزق. لان خلاص اسرافيل خد الموضوع. ملك وكل بالارزاق يعني يدي اللي تعبان عرقه، اللي ما يتعبش ملوش. السماء تمطر ذهبا وفضه، انا عمري ما قلت لا تمطر، ولكن اطلعوا هاتوها بس مش عارف. ما ربنا قال في سوره فصلت على الارض اللي احنا عايشين عليها واللي عايش عليها غيرنا. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. الرزق في الارض من قبل ربنا ما يخلقنا، احنا كل اللي بنعمله بنروح نجيبه بس، ما بنخلقوش من عدم. ربنا خلقه وحطه اشي بترول اشي نعناعة وعرفك تزرعها ازاي والارض بتستجيب والدنيا جميلة الله يرضى عليك. والزوج اللي بيكلم مراته وحش وبيكلم غيرها حلو، انا كان ليا فيها فلسفة من زمان وانا متأكد منها انها صح 100%. اصلي لما بنقابل بعض على السلم مع الجيران يعني، فالراجل ممكن يكلم جارته كويس جدا وبتاع، ده ادب منه وده مطلوب وهي لحظه وهتعدي. والحاجه الثانيه انها ما بتكلفوش. ما هو انا بجيب الكلام ده منين بقى؟ ما انا قلت لكم لو القران غاب انسوني، لو السنه غابت انسوني، ما ينفعش اتكلم انا. يبقى انا برنامج سيداتي يعني سيداتي مرحبا؟ لا، انا شكلي كلامي يضحكك عشان انا ما بعرفش الكابه، لكن لا يمكن تكون في كلمه مش علميه، عيب. انا بلاقي سيدنا عمر في البخاري على الشمال في اول سطر بيقول لبنته اللي هي مرات النبي عليه الصلاه والسلام لا تستكثري رسول الله، يعني ما تطلبيش من النبي كتير. اخد منها ايه؟ لازم اخد منها وانصح الزوجه ولا مش كل شويه تقول له هات 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 هات، دي تجرحه وتتعبه وتحس ان ويحس انك وراه بكرباك وانه ممكن يفكر يجيب منين ما دمت انت تطلبي طلبات ليل ونهار. الزوج على فكره وبالذات في مجتمعنا طبعا الغلبان التعبان جدا، يبقى سعيد قوي لما يلاقي كيلو السكر اللي جابه قعد فتره، مش فتره للابد يعني، يعني قعد فتره معقوله. انما لو النهارده انا بسمع كتير جدا من الرجاله من الازواج يقول لك انا مش لسه جايب السكر، ويا ولدها بقى الاخر يقول لك لسه جايب السكر امبارح، مراته تقول له ايه من امبارح ده بقى له اسبوعين. النكد وصل بقى حاله اقتصاديه بتاثر. الجاره اللي هو بيكلمها كويس مش هتقول له كيلو سكر، فالراجل بقى بيسمع. وبصوا بقى ولو عرف اجنبيه يصرف عليها دم قلبه عشان يسمع كلمه حلوه منها عشان تمدحه وتقول له يا باشا، قولي له انت يا باشا وجوزك، لا كلمه وحشه ولا حاجه، وارفعي من قدره شويه وخف عليه من المطالب. ودعاء وفاصل حاضر. انا دعاء الفجر النهارده اللي انا حافظه عشان اقوله ويا رب يجعله من نصيب كل واحد فيكم. اللهم انك ان تنصر فلا غالب وإن تكرم فلا مهين وإن ترضى فكل شيء يتحقق، فانصر
وأكرم وأعن. آمين. فاصل قصير جدا ثم نلتقي فانتظرون. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. صل وسلم عليك يا حبيب الله. سيدي يا رسول الله والعود الأحمد. أرحب بحضراتكم الحقيقة الأستاذ الدكتور أحمد سمير بخط يده كتب إلي: أرجو أن توضح لنا البعد المعنوي الكبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاك البكري فلا تأمنه. قصة مشهورة جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد في المدينة يودي فلوس لأمير مكة، وكان وقتها أبو سفيان، فقال له: شوف واحد معاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تروحش بفلوس لوحدك، شنطة فلوس. فراح شاف واحد، قال له: يا رسول الله انا شفت فلان هيجي معايا. فالنبي عليه الصلاه والسلام نصحه وقال له: اخاك البكري. ضرب مثل زي الاثنين في ثلاثه بست، اخوك البكري ما تامنوش، ده له بعد. يعني خلي بالك، خلي بالك حتى لو كان اخوك، اللي هو فرض المستحيل. زي لما واحد يقول لك: ايه، انا ابويا لو طلع من التراب مانيش عامل الشيء الفلاني ده. ابوه لو طلع من التراب على فرض يعني بتاع هيعمل كل حاجه، ولكن هو بيديك المثال. المهم الراجل ده خد علي ومشي هو عبد الرحمن، وفي الطريق جه الضيف اللي قال له: تعالى معايا عشان امين بمهمه. عارف ان معاه فلوس، فقال له: استناني بس شويه هسلم على اهلي هم في الرابع ده. والله انا تخيلت الكلام ده وكتبت بخط ايدي وصف للمكان والمضرب اللي هو نزل فيه. فدوكها قال: طب ما انا مش ضمني ينزل عند اهله ويسلم عليهم، يجيب خمسه سته يموتوني وياخدوا الفلوس. فخد بعضه وجري على مكه وسلم الفلوس لابي سفيان، وقابله دوكها وقال له كده برضه: ما تستنانيش. قال له كلمه ظريفه: وخفت اتاخر، وكنت انت لما كنت راجع بذمتك ودينك كنت راجع لوحدك ولا راجع معاك جماعه؟ فهم الموضوع. الشاهد، انتوا عارفين حضراتكم البيوت احيانا بتخرب بسبب الهبل في العلاقات. انا اسف لازم اقول الكلمه دي، لان انا اوضح كده هوا وانا عندي تليفونات واقفه ما اقدرش احبرك. واحد يقول كل اسراره لامه وانه معاه 35، هي امك تشيل جزمتها على دماغك؟ ابوك على، انا النهارده بقول المعادله حتى تتحقق لابد ان يكون الاب رحيما ولا بد ان يكون الابن بارا بابيه عشان المعادله تتحقق. فانت خد حيطك من كل الناس ولا تخونش حد. هو ربنا لما قال: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، قال: الا اذا كان المدين اخا لكم او اختا لكم او ابا لكم. لم يستثني احدا. الحق حق ولا فيهاش حاجه تزعل ولا حاجه. بس مش معنى كده انك تقول لي: هو انت بتزعل من الحساب ليه؟ واكون انا مثلا مديك حاجه امبارح قد اللي انت بتطالب بيه 7000 مره؟ ما ينفعش، لازم تبعد عن الدناءه، الدناءه وحشه قوي. فانت خلي سرك لوحدك معاه. اللي على فكرة في حكمة من زمان كانت تقول لك: إذا خرج سرك من صدرك، بحب أموت فيها أنا والجملة دي، أو بحبها قوي. إذا خرج سرك من صدرك فأهون أن يخرج من صدر غيرك. يعني إذا كنت ما قدرتش تحبي سرك يبقى غيرك لو سمعه وراح بلغه. الغلطان أنت. معانا مين يا فندم؟ أستاذ أمجد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا صاحبي. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. ازاي سعادتك يا فندم؟ ربنا يسترك. انا كان حضرتك طيب وربنا يقويك ويفتح لك من بيبان الفهم والادراك يا رب. انا مش سامع. ربنا يقوي حضرتك ويفتح لك من بيبان. امين يا رب، واياك وكل من يشاهدنا. استاذ امجد امرني. شكر الله لك يا مولانا، ما يموش عليك ظالم ابدا يا رب. واياك يا حبيبي يا ربي وكل من يقول امين يا رب. اتفضل. امين يا رب. اتفضل. انا بعد اذن حضرتك يا صاحب الفضيله عايز نمر التليفون حضرتك لموضوع علمي. طيب ادي التليفون وخلصناه، ان شاء الله تاخده من الكنترول حالا باذن الله. اتفضل. شكر الله لك يا مولانا. الله يحفظك كتر خيرك. ان شاء الله ربنا يفيد، بس ارجو انك تصبر عليا لان والله ما بفتحوش كتير. فان شاء الله يعني هو في الغالب بيبقى بعد الفجر ساعة الصفوة، اللي أنا أشوف حد اتصل بيا بالليل وأرد على الحاجة اللي أنا أعرفها. إن لو رديت على كل اتصال مش واكل ولا شارب ولا كاتب ولا قاري. سيد، سيد سيد. نعم. ازي حضرتك؟ الله يسترك. أنا دلوقتي نزلت مسجد مش عارف منين. بالراحة عشان أنا لازم أسمع، ما هو كده أنا الدنيا موشوشة عندي مش سامع. بالراحة حبيبي. إيه؟ جاي حضرتك. بالراحة، كلمة كلمة الله يرضى عنك. ها حضرتك اتفضل يا سيد.
ايه؟ ندرت نادر. ندرت نادر كويس قوي. مش فاكر انا ندرت ايه؟ ما انتش فاكر. ايوه يا فندم، دلوقتي. حد سمعك طيب؟ لا انا فاكر تمام. لا يعني انت لما ندرت بزوجة اخ صديق سمع يفكرك. لا بجد سمعني خالص، انا قلت المنطقة هذا بس مش فاكر انا ندرت ايه. استنى استنى بس يا سيد، سؤال صغير، ما لقيتش واحد يفكرك، ندرت نادر من 7 سنين 10 سنين فاتوا؟ استنى بس، انت اللي متعود على النادر ده، لما ندرت من 7 8 سنين فاتوا ندرت ايه؟ وانا اقول لك انا، لان النادر اللي ما انتش فاكره هنقيس. استنى يا سيد، يا سيد يا عرب يا جميل يا قمر، النادر اللي ما انتش فاكره هنقيسه على اللي انت فاكره. يعني افرض انك ندرت زمان نادر انك تذبح فرخه، مش معقول هتكون ندرت المره دي تذبح عجلين. صح يا سيد ولا لا؟ فانت لما بتندر يا سيد بيكون نادرك مادي ولا تصلي مثلا ركعات وتصوم ايام؟ جاوبني من فضلك. مادي. ايه؟ مادي. بتوزع فلوس ولا بتذبح؟ لا ان انا قلت هرجع فلوس. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، قلت ايه؟ ان انا هرجع فلوس، ان انا هدي فلوس. هتوزع فلوس؟ مش فاكر الرقم. استنى بس، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. انت وزعت فلوس قبل كده يا عرب؟ ايوه ايوه يا فندم. وزعت كام؟ وزعت كم؟ مش عايز اقول على الهوا. مش عايز اقول على الهوا. طيب لو وزعت المره اللي فاتت 1000 جنيه وزع المره دي 1000 جنيه. كويس، انا بحترمك. انا اسف انا قلت كده عشان خاطر مستعجل اجاوبك، لكن انا مش عايز اعرف منك الرقم. في واحد ممكن يكون ندر نادر يوزع فلوس 1,000,000 جنيه لانه معاه مليار، وواحد غلبان زي حالاتي انا بلاش سيد. ولو ندرت اوزع فلوس حندر اوزع 5000 جنيه 10000 جنيه المره دي، يعني مش هيبقوا كذا زياده شويه يا سيد، وانت عارف الا اذا دخل فلوس. لكن عايز اقول الحكم الشرعي في نقطتين اتنين مهمين جدا. النادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بخير، ابوس ايديكم ادعوا ربنا من غير نادر، لان النادر بيجيب وحله وانت اللي بتفرضه على روحك. لا ربنا قال لك اندر، ربنا قال يوفون بالنذر، لكن ما لهمش اندروا. خلاص الوفاء بقى بواجب، انت اللي كلفت روحك بحاجه. الحاجه الثانيه سيد اللي زيه، طول ما هو ناسي لا شيء عليه. انا حاولت اساعده بس اقول له حبيبي انت تقدر تكشف من الوسواس وادفع بخطر اخطر من الخطر ان انا اقول له لا شيء عليك. يجي له وسواس ثاني ربنا كده غضبان عليك، رجله توجعه بس بسبب ان انا الندر ومش الندر، لا بقى سبب الندر ولا حاجه. لان القلم يعني الاسم والحساب أسقطه الله تبارك وتعالى عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الناس حتى يذكر. فحتى دي بالإنجليزي يا سيد اسمها أنتل. أنت إلى أن تريمبر يعني إلى أن تذكر في حلة يا سيد، ما عليكش حاجة خالص، أما تفتكر كده. يلا يا حمدي، اتفضل يا حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ حمدي ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ في نعمه ما دمنا نحمد الله. والله انا اشكر الله ان هو انا اتصلت بسعادتي. الله يستورك يا فندم. وانا بتصل على معاليك، انا ما عنديش اي سؤال ولا اي حاجه، لكن بقول جزاك الله خير عن العلم والاسلام يا رب. الله يكرمك ويبارك لك اخويا وكل مشاهدينا. تحيه عطره من اخوك الصغير لحضرتك على جميلك وفضلك على الاسلام والمسلمين. الله يسترك يا فندم، الله يكرمك، كتر الف خيرك، شكرا لك. في امان الله، في امان الله دكتور. شاكرين في امان الله، الله يحفظك يا استاذ حمدي. احنا يا فندم الست ام فهد، اتفضلي يا ام فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ احنا في نعمه الحمد لله. انا مش سامع بقى بالراحه عشان لازم اسمع يا جماعه، لازم اسمع. خلي بس الولد الصغير ولا حد اللي جنبك بعيد شويه، الله يرضى عليك. انا سامع صوت الولد اكتر من صوتك. انا سامع صوت الولد او البنت. ايوه يا شيخ، ايوه انا مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي. لو سمحت انا عندي مشكله، بس ممكن رقم حضرتك؟ الرقم جاهز ان شاء الله، ما فيش مشكله تاخديه من الكنترول دلوقتي. والعيال دي صغيره، انت عندك حد بترضعيه؟ راحت ام فهد.
انا ارجو ان ما يكونش مفاد الاولاد اللي حواليها دول يا ولده اللي رضع واللي اتفطم والزوج هاجر الدنيا وماشي. انا ارجو هذا يعني مش اتمنى انها يكون كده، لا طبعا انا ارجو الا يكون هذا، بس برجو لو كان هذا ان ابو فهد يسمع كلامي وما يعيطش بره، وصوت ام فهد حزين، وعمر صوت المرأة ما يبقى حزين الا اذا حست ان بيتها في خطر وان رجلها على وشك الرحيل، ويكون اشد حزنا لو كان معاها كتاكيت ان انا سامع صوتها في التليفون. سمور يلا يا سمر. اتفضلي ست سمر. ازيك يا دكتور؟ مرحبا ست سمر، ربنا يسترك. انا اتفضلي. يعني بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، انا هكلمك لكن انا ما عنديش اي سؤال ولا اي حاجه. بقى لها سؤال زي الشيخ حمدي، إليه ربنا يسترك ويستر حمدي وكل الناس اللي كلف نفسه عشان ما عندوش سؤال وبيدعي لي دعوة، وطبعا مش دعوة شخصية للقناة، أنا أي عمل صالح حتى يسأل الراجل اللي بيسوق بيا جاد أو غير جاد حتى ببقى احنا الاثنين تلتنا ربنا في العربية، بس دي أمانة بس كده، لا هي غرور ولا رياء ولا محلشة بالشين بعد الدلع. اقول الهي وانت جاهي اللي انا بعمله يبقى في ميزان احمد بهجت بيه، اسامه بيه عز الدين، محمد خضر كان قبل ما يبقى موجود، وحسن بيه عبد الكريم، واشرف بيه منير دلوقتي، وخالد الاتربي، والعيال اللي ورا الكاميرا، والشباب اللي هنا واللي هنا، اللي كانت العيال دي لو ضايقت حد ولا حاجه الناس كلها عيال ربنا زي ما بيقولوا، والفقراء بالذات في حديث بيقول كده. يعني اعتقد ان احنا ما بقولش انا فرحان قوي كاني مبروك عطيه، لا بقول لا ربنا يدي ثواب هؤلاء اللي فاكرين، وارجو ان هم يكونوا على حق، ان احنا بنقدم حاجه محترمه وبنقدم ماده علميه في زمن فيه خطاب ديني صعب جدا، مش مظبوط معظمه، مش مظبوط ان يجعل ده في ميزاننا كلنا، كل بني ادم في القناه، كل بني ادم بيسوق عربيه، كل بني ادم ورا كاميرا، كل بني ادم بتاع صوت، كل واحد بيعمل كوبايه شاي لحد من البرنامج. محمود سخن لك السلطه. يلا يا ابو حنفي. حضرتك عامل ايه؟ انا في نعمه ما دمت بسمع صوتك وصوت الناس. ربنا يعزك يا رب. وياك تفضل. يا دكتور، لو واحد مثلا اضطر ان هو مثلا يحلف بالطلاق، ويعني ممكن يكون الطلاق ده على غلط يعني. قول بالراحه بالراحه ونقول الكلام من الاخر. واحد قال ايه على مراته وهو غلط؟ يعني مثلا قال لها، اسمعني، قال لها عليا الطلاق انا كنت عند امي وهو ما كانش عند امه؟ لا لا، ده هو مثلا كان في مكان بعيد عن مراته خالص وحلف بالطلاق. اه مالناش دعوه، وماله وماله؟ قال لزميله عليا الطلاق انا كنت عند امي مثلا، وما قالش لمراته، قال لوحده وهو ماشي في الشارع بيكلم نفسه، وقال عليا الطلاق انا كنت عند امي، بخرف قال اي كلام. بص يا حبيبي، ايوه حلو حلو حلو، اي واحد في الدنيا يقول عليا الطلاق لازم نساله انت تقصد لو كنت غلطان او كذاب، الطلاق فعلا ومأذون ووقع ويديها وهي بقى بتعيط دقيقتين بس وهتنسى وهتفرح دلوقتي لما تروح تلاقي مكرونه بقى وامها بتقول لها ولا يهمك وسيد سيدو اللغه بتاعت زمان، بس طبعا لحظه الفراق صعبه، هتلاقي ناس بتعيط. يعني لو ده استحضره هو، يعني لو بقول عليها الطلاق وجات الصوره دي في ذهنه وقلبه انه فعلا هيطلق لو كان كذاب، او هيطلق لو ما راحش، يعني واحد يقول عليها الطلاق ما انا رايح لاروح وما راحش، لو يقصد الطلاق وقع الطلاق، لو بتاع عليها الطلاق ده يعني والله العظيم بيعتبروها يمين حلف، يعني يصوم 3 ايام يا يطعم 10 مساكين ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى. ارجع تاني يا فندم. الله يسترك، كل خير يا دكتور. الله عفو حبيبي، معك الف مليون سلامه. الموضوع الحيطه اللي نكشوا معايا سؤال استاذنا الدكتور احمد سمير، وان بعده مش ان النبي يخوفك ولا يخون اخوك ولا يكره الناس في بعض، لا بقول لك خلي بالك، خلي بقى تقولش اخويا ولا ابويا ولا امي. يا حضرات المهم الناس، بقول لحضراتكم احنا عندنا حياه فاشله بسبب المعجنه اللي احنا عاملينها. يعني لما يبقى عندي عشرات الاسئله، فين حسين؟ حاضر. في ان في ناس ما بتجيبش لقمه، اه حاضر. في ناس ما بتجيبش لقمه الا اذا الام قالت، يعني انا اجوع مراتي وافتكر ان ده بر والدين، والله ما هو بر والدين.
مراتي لو قالت لي اضرب امي لو قالت لي اضرب مراتك اضربها عشان ابقى بر بامي؟ ده عكا عكا عكا. لا اله الا الله يا رب. يا فندم بر الوالدين، شوفوا احنا عندنا حقيقه لغويه في الدقيقه ونص اللي فاضل. الحقيقه اللغويه دي بتقول ايه؟ عندنا فعل متعد وفعل لازم. يعني ايه فعل متعد وفعل لازم؟ المتعد بيتعدى الفاعل وبينصب مفعولا به، مثل اكل الولد اطعما. اكل ده متعدي عشان الولد فاعل وهو اللي رفعه، وتعداه اتمرجح كده دخل المرجحه ونط نصب الطعامه، فيبقى الفعل اكل ده متعدي. جلس الولد على الكرسي، جلس فعل ماض والولد فاعل ومفيش مفعول به، فده بيسموه لازم. بر الوالدين لازم مش متعدي. يعني ايه مش متعدي؟ يعني ملوش دعوه بمراتك، ده لازم. يعني انت تكلف بيه لوحدك، ماما تناديلك، ملوش دعوه بمراتك. مراتك تساعدك عشان سيادتك تبقى بار بامك، لكن ملهاش سلطان عليها. احنا بنجوز راجل، مش راجل يهجر امه ولا يقسى على امه، يدي كل ذي حق حقه. قبل ما امشي لازم اقول لحضراتكم ما اقوله من شعري دائما بحسن الوعظ: تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته الاوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. حتى القاكم لكم التحيه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.